ممكن يخش له في البروتونين. الستاير ان هي هتخلي سرعه الهواء تزيد شويه. انا هروح عند الستاره وتشوف الهواء بعد الستاره عندي. طب ما انا معايا جهاز لقياس سرعه الهواء اجيبه لك من السياره ونقيس سوا. ماشي. طيب خلينا نوقف تصوير ونرجع نقيس سرعه الهواء. انا فعلا بدات احس بسرعه الهواء هنا تحت الستاير. لسه بقى قطعت الستاره. يعني مشكلة الرطوبة اللي هنا في المزارع نقدر نتخلص منها بالطريقة دي. أنا ملاحظ فعلا إن سرعة الهواء بتزيد معايا أنا فعلا. أنا كنت مرة فاكر المرات بس المرة اللي جاية هتقدم دي خليها كل دقيقتين بعد دقيقتين فاكر التالتة. الكاميرا بس امسكها أنت كده عشان أنا مش مالي بصور. اللي عامة هي فعلا هنا زادت وصلت ل 3 متر. وصلت 3 متر. بيقلل بقى الايه؟ الاجهاد اللي حاصل، يعني لو مش عاملين سرعه الهواء هتلاقي الفراخ دي كلها بتنهج مهما تحط ميه ومهما تعمل تعتمد على التبريد بس عمرك ما هتوصل للحاله الجميله او السكون او الراحه اللي الفراخ فيها دلوقتي. الفراخ دلوقتي واقف مرتاح تمام بسبب سرعه الهواء. فراخ واقفه مرتاحه باقي العنابر الفراخ كلها بتنهج. شايفين الجو جميل ازاي؟ مع ان الحراره عاليه برضه الحراره لكن سرعه الهواء مخليه احساس الفراخ بالحراره مش عالي. كم ستاره بقى؟ ستاره 2 ثلاث ستائر يا باشمهندس. باشمهندس خالد شرف لمصر والله فخر مصر كلها حبيبي هندسه.